احنا على تلفونك وش نسوي احنا؟ وش بس لا بيف دبة زات اوليف اوليف اند تشيكن ودكتور مهند هادي وهو المدير الإقليمي حول الهدف الإنمائي المستدام رقم 2 وهو آسيا وشرق أوروبا نرحب بك وأتفضل. لا بد من بناء السلام لكن لا بد كذلك من المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف من وطأة الحروب على من يعانون منها مباشرة، ولا بد من بناء الصمود، أي بناء دعم المجموعات ودعم البيئات المتأثرة مباشرة على امتصاص انعكاسات هذه الأزمات والتحضير للمرحلة المقبلة، والمرحلة المقبلة هي الإعمار. Thank you.